السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا جانب من التهيئة. نشوف أن المنطقة هذه كلها راهي قيد التهيئة. راح نشوف التهيئة تاع هذه المنطقة اللي نلاحظ أنه المشاريع في هذه المنطقة بدأت تنتهي، يعني بدأت يعني البوادر تاع الملامح تاع البنايات بدأت تظهر. هنا نلاحظ أنه فيه منطقة كبيرة راهي قيد التهيئة. إن شاء الله تكون لا فينيسيون، خاصة احنا واش يهمنا هي النوعية تاع الأشغال تكون في المستوى. نشوف نزيد نقترب أكثر فأكثر ونشوف الأشغال هذه. هنا في المنطقة هذه كان فيها القاعدة تاع العمال، كانت فيها بنايات مؤقتة والآن تم إزالتها. إذن والآن رانا بصدد تحضير لفضاءات عمومية، والمساحة كبيرة، يعني مساحة ضخمة مقابلة لمقر الوكالة الوطنية للسكن، وكذلك مقابلة لمقر الخطوط الجوية الجزائرية. إذن فيه عمل تاع تهيئة تاع فضاء عمومي، شيء جميل سيتم وس يعني يعني لو ميز ان فالور، سيعطي قيمة مضافة للمكان، يعطي له الجانب الحضاري، وهذا الشيء جميل. خليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم.